السلام عليكم الأصدقاء الكرام. الذي تشاهدونه من خلفي هو نصب قسطنطينية. هذا النصب قام بجلبه من روما من معبد أبولون الإمبراطور قسطنطيني الأول في القرن الرابع الميلادي. الطول ديال هذا النصب من طبيعة الحال هو 57 متر، ووضعوه هنا في إسطنبول على أحد التلال السبعة المشهورة في ذلك الزمان في القرن الرابع، عندما قام الإمبراطور الروماني قسطنطينية، والقسطنطينية تسمى على اسمه قبل أن يقوم بفتحها المسلمون بقيادة محمد الفاتح وتسمى إسطنبول. قام بجلب النصب من روما. كانت توجد على قمة النصب تمثال الهيكل أبولون اللي كتشرق عليه الشمس من طبيعة الحال، وداك الشيء ديال التاريخ ديالهم إلى آخره. النصب فات تعرض للحريق وفات تضرب بالبراق والرعد إلى آخره، وبدأ كيتهدم ويتهمش. لذلك قام أحد السلاطين بوضع دعامات أو حلقات من الحديد القطر ديالها 3 أمتار، وهي المجموعة ديالها 8، يعني تقريبا 24 طن ديال الحديد اللي كيحيط بها باش ما تزيدش تهدم وتبقى ثابتة كما هي. في عام 1453 عندما تم فتح القسطنطينية من طرف محمد الفاتح رحمه الله، كان على هذا النصب صليب عملاق قام محمد الفاتح بإنزاله، لكنهم حافظوا على هذا الأثر اليوناني وبقي محتفظا به طول العهد العثماني إلى حد اليوم. وأما الذي تشاهدون خلفي من هذه المسلة، وهي تشبه إلى حد كبير بالمونومنت الموجودة بواشنطن العاصمة الشهيرة، فهناك علاقة وطيدة بين الحضارة اليونانية والغرب ككل والحضارة الفرعونية القديمة. فهذه المسلة تم تثبيتها أولا في مصر القديمة، ثم جلبوها لروما، ومن بعد روما عاود جلبوها لهنا، وهذا التاريخ ديالها راه كيعود 1400 قبل الميلاد، يعني قديمة جدا، يعني 1400 سنة قبل الميلاد. والطول ديالها من طبيعة الحال 59 متر، ولكن يقولون بأن الطول ديالها كان كثار، فباش تجيبها من مصر حتى روما وتجيبها من روما حتى لهنا يعني صعيبة. هذا شوف الجذور ديالها، لأن هي كانت بدات كتغوص في الأرض، احتاجوا شي مهندسين وحفروا، داروا لها واحد السكة وثبتوها باش ما تزيدش تغوص في الأرض. فكان بزاف ديال النقوش الهيروغليفية والفرعونية، وتبين رسومات كثيرة في الجنبات ديالها. وهذه الساحة اللي موجودة فيها هي ساحة سباق الخيل أو سباق العربات، شوفوا النقوش الفرعونية واليونانية والهيروغليفية وما إلى ذلك. فهذه الساحة هي ساحة سباق العربات، وهنا كان يجلس الإمبراطور وكيتفرج في السباق وده الشيء. ولما جاء العثمانيون كذلك خلوا هذه الحديقة وهذه الجردة اللي كتشوفوها كذلك، واستعملوا فيها سباق العربات والتسلية وقضاء الأمسيات بعد العصر إلى المغرب، والناس تتجول، ولا زال الحال كما هو عليه لحد الآن. وأما هذا العمود المتعرج فهو نصب برونزي، هو الباقي أو ما تبقى في ساحة سباق العربات الرومانية إلى يومنا هذا. هذا كان عبارة على أفعى من 3 رؤوس، وكما كتشاهدوا علاش هي غايصة في الأرض بحال البير، لأن التراب طلع فوق منها، ومن بعد عاد حفروا وداروا عليها هذا الشكل ديال الجب باش تبقى تبان. هذه عبارة على غنائم ديال الحرب ما بين الرومان والفرس، ومن بعد الانتصارات الكثيرة على الفرس جمعوا الذهب والفضة ودوبوه وصنعوا منه هذه العمود المتعرج على شكل أفعى. وقسطنطين لما أسس القسطنطينية جاب هاد التماثيل وهاد المسلات وهاد الأعمدة باش يذكر الناس بالتاريخ ويبنيوا التاريخ ديالهم على أسس متينة. Oh, hey.
هاد المثال اللي كنشوفوها حتى هي في نفس الساحة ديال سباق العربات، حيث كان الإمبراطور يجلس مع الحاشية ويتفرجون على السباقات. هذه حتى هي مجلوبة من مصر القديمة. يعني شوف كيفاش غاصت في الأرض، لأنها بقات كتردم. دابا هذا هو الأرض الأصلية، راه هو القاع. يعني شوف شحال من متر تغطاو الجناب والحواشي ديالها، عاد حفروا عليها باش بدات كتبان كاملة. فهذه من الأحجار من طبيعة الحال مختلفة، جابوها من مصر كذلك، جلبوها بمشقة باش يحطوها هنا، باش ملي بناو القسطنطينية يذكروا الناس بالتاريخ ديالهم والأمجاد والحروب والتماثيل وما إلى ذلك. فأي دولة اللي ما عندهاش التاريخ راه ما عندها حتى شي قيمة، لأن الحاضر هو نتيجة الأمس، والأمس نتيجة الحاضر، والمستقبل هو النتيجة ديال دابا حنا اللي كنعيشوها. فلما عندك تاريخ، ما عندك جذور، ما عندك عروق، ما عندك حتى شي حاجة، لا تساوي جناح بعوضة في هذا العالم. فلذلك في عالمنا الإسلامي يقومون بطمس التاريخ وإنسائه وإلهاء الناس بالرقص والهجس وتمجيد الآخرين وكأنهم هم الأبطال وهم السادة وما إلى ذلك. وهذه التي ترونها هي سلسبيلة أو العوينة ديال الماء، هي هيكل تاريخي قديم تم إنشاؤه لتجسيد ذكرى زيارة ملك بروسيا وإمبراطور ألمانيا ويلهم الثاني. كان قام بزيارة لإسطنبول عام 1898، وفي هذا التاريخ هذا تم إنشاؤها تجسيدا للعلاقات التاريخية بين السلطنة العثمانية و الإمبراطور الألماني. والماء هو عبارة على الحياة، وعبارة على السلام والأمن وما إلى ذلك، فهي عندها تاريخ عريق. وهذه السلسبيلات موجودين يعني في جميع المناطق التركية، الماء موجود، هي بقى لحد الآن خدامة. وفي نفس الساحة ديال سباق العربات اللي كان شحال في عهد الإمبراطور الروماني يعني. فشوفوا الجمالية والهندسة، شوفوا الشعب والناس منين كانوا كيشربوا الماء. من هنا كان البسطاء يأتون ويشربون ويأخذون الماء، ولا زال إلى حد الساعة الماء في هاد النوافير أو النافورات متوفر ببلاش. وأخيرا أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة الجميلة وهذه المناظر الخلابة من إسطنبول، عاصمة الإسلام وعاصمة العالم سابقا. وكما قلنا، من هنا كانت تدار السياسات الدولية والتحكم في القارات الخمس. هنا كان الخليفة الذي يسمع له إذا أمر. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم.